بعث برسالة ضمنها بعض الأسئلة. يقول: إذا كان الرجل الكبير وهو رب الأسرة كان له أملاك كثيرة أجبرته الظروف المادية لبيع هذه الممتلكات، هل يجوز له البيع أم لأبنائه السلطة في منعه؟ وهل هذه الممتلكات ملك له أم لأولاده؟ نرجو الإفادة في ذلك. ما دام الإنسان على قيد الحياة وهو سليم في عقله جائز التصرف، فإنه ليس لأحد الحجر عليه في أملاكه، لا أولاده ولا غيرهم، بل له أن يبيع ما شاء منها وأن يبقي ما شاء منها، إلا في حالة الإفلاس. إذا كان عليه ديون وما عنده أقل مما عليه من الديون وطالب الغرماء بالحجر عليه، فإنه يحجر عليه لأجل حظ الغرماء بأمر القاضي، يحجر عليه بأمر القاضي. أما ما دام أنه ليس مفلسا وأيضا هو سليم في عقله، سليم التصرف، فإن أملاكه تكون تحت تصرفه، وليس لأحد حق الاعتراض عليه، لا من أولاده ولا من غيره، إلا في حالة مرض الموت المخوف. إذا الإنسان وصل إلى مرض الموت المخوف فهنا لا يتصرف في ماله، يمنع من التصرف في ماله، لأنه يضر بالورثة. أما ما دام على قيد الحياة وفي حالة الصحة أو في مرض غير مخوف وهو سليم في عقله وفي تصرفه ولم يحجر عليه القاضي، فله أن يبيع وأن يشتري، وليس لأحد حق الاعتراض عليه. نعم.